بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آخر جزئية في السيتنجز يا جماعة بتكون عبارة عن البيرمالينكس، وسبق إن إحنا كنا أصلنا مفهوم البيرمالينكس ديت زي الكلام اللي بيكون موجود هنا ده يا جماعة. هنا التفسير الآن بيقول لي أوبشنز بيرمالينك هايفن بيرمالينك دوت بي اتش بي، أنت بتحاول تمنتج على الكود بتاع البيرمالينك. فكنا بنقول عند كل بوست مثلا بتلاقي إن بيكون في الرابط بتاعه، ده اللي إحنا كنا بنحكي فيه، ده اللي إحنا سميناه البيرمالينك. يعني مثلا لو أنا كنت مخلي مثلا البيرمالينك أنا المفروض إن يعني أنا كنت هي المفروض انها تبقى حسب البوست نيم. لو انا خليتها بلين رحت عملت سيف للتشنجز، يعني بلين دايت اللي هو بلين كتكست عادي خالص، ورحت عند مثلا الموقع تبعي ورحت اخدت اي بوست زي مثلا القصه بتاعت المشاعر الابداعي دي، هلاقي ان ده بلين يا جماعه بيجي البيرمالينك بي بيساوي 40، ده نص بلين تكست. داي اند نيم لو انا مثلا خليت ماشي خليها داي اند نيم كبروفا مره تاني ونعمل سيف ونعمل ريفريش، هتلاقي ان ادي 2017 6 7 اللي هو 7 6 2017 وتدوينه رقم 2، ده الداي والنيم. يعني اللي انت بتحاول تختاره هنا بيظهر معاك في البيانات. ريكومند ان تخليها حسب البوست نيم علشان فيه بلاجنز كتير مش بتشتغل غير لما يكون البوست نيم اوف البيرمالينك. وفي الكاستم ستراكشر انت ممكن تكتب حاجه معينه بعينها، او انا مش طبعا مش بصدد الحديث عن الهايفنز والعلامات والايماءات تبع اورد بريس ديت. انت ممكن تشتغل على كاتيجوري بيز لو انت كنت شغال على كاتيجوري معينه تخليها تظهر معاك دايما، اور تاج بيز لو انت كنت ناوي تثبت الاثنين دول. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.